بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الأهلي، دكتور وائل أبو العزم يحييكم، ويسعدني أن أكون معكم معلقا على مباراة الأهلي والجزيرة في دوري السوبر سيدات الجولة رقم 12. وبداية تحياتي للكابتن هيثم السعيد الإعلامي المتميز وضيوفه الكرام نجوم مصر والنادي الأهلي، الكابتن محمد سليمان السلعاوي والكابتن داليا عرابي. دكتور داليا عرابي نجمة مصر وعضو مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة السلة، طبعا بنرحب بيهم وبنرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وتشكيل النادي الأهلي: شيكيلي، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم محمد، نهى شتا، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، وجيدة خالد. الإدارة الفنية: الكابتن طارق خيري، ومعاه الكابتن كريم محمد عبد المنعم، والكابتن علياء الجمال، أحمال كابتن أكرم عادل، مدير إداري الكابتن ماجد فوزي، إداري مشيرة كابتن مشيرة عبد العليم، طبيب دكتور مروه الحسيني علاج طبيعي دكتورة ياسمين محمد، ومحلل تقني كابتن أكرم الشربجي، وأخصائي نفسي دكتورة مي القاضي. أما نادي الجزيرة بيمثله آية خالد، جانا وائل، ديسنت بيتس، ليلى حازم، كريمان محمد، رضوى سالم، رنا علاء الدين، ياسمين محمد، تمارا نادر، جانا أشرف، فرح هشام، كنزي أحمد. والإدارة الفنية: الكابتن عمرو عاصم، ومعاه الكابتن مصطفى سيد والكابتن نهال سعد، والأحمال الكابتن فريد سمير، مدير إداري كابتن هيثم ممدوح، طبيب دكتور عبد الغني محمد، أحصائي الكابتن علي عبد الباري. يحكم لقاء اليوم الحكمان كابتن منى علي من منطقة القاهرة، والكابتن مصطفى عبد البصير من منطقة الجيزة، وعلى الطاولة الكابتن عبد الله مهدي، رنا جبارة، أحمد طارق حامد، بلال وائل. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم اللقاء، واللاعبات بدأت تستعد لنزول أرض الملعب، و زي ما حضراتكم تابعتم كده الاستوديو التحليلي في بادئ اللقاء وتقييم لأداء الفرق وترتيب الفرق، هفكر حضراتكم بيه على ما الفرق تنزل أرض الملعب. سبورتنج في المركز الأول، الأهلي في المركز الثاني، الجزيرة في المركز الثالث، الاتحاد في المركز الرابع، سموحة في المركز الخامس، الطيران في المركز السادس، البنك الأهلي في المركز السابع. شايف حبيبة بيكو أمام حضراتكم أهي تستعد للقاء وكلها تركيز. كابتن طارق خيري والتعليمات الأخيرة قبل اللقاء لميرال أشرف ونوى شتا، وملاحظات وتعليمات من كابتن منى علي رئيس فريق التحكيم. النهارده نزلت لاعبات الأهلي: ميرال أشرف، وثريا محمد، حبيبة، بيكو، رنيم محمد، وتعليمات الكابتن منى مع كابتن طارق قبل بداية اللقاء، ونهى شتا. كده الخمس لاعبات، لاعبات الأهلي في انتظار لاعبات الجزيرة. أحد ملكات السلة المصرية ثريا محمد، نزلت لاعبات الجزيرة: رنا علاء الدين، آية خالد، جانا وائل، ديسنت بيتس المحترفة، ورضوى سالم. الأهلي على يمين حضراتكم والجزيرة على يسار حضراتكم، وهنبدأ اللقاء. كرة القفز، كابتن منى تنتظر إشارة نقاطي المباراة للاستعداد لإطلاق الساعة فور لمسها من أحد اللاعبات، وبيبدأ اللقاء. وكرة مع النادي الأهلي، ثريا، ثريا تلعبها ناحية الشمال لميرال، ميرال تلعب الكرة لنهى، تتقطع الكرة لنادي الجزيرة،
رضوى سالم وداخله رضوى ومحاوله تلم الكره على طول نواشتها تلعبها ناحيه اليمين لنادين لثريا وتصويبه من ميرال في سن الحلقه تلم الكره تاني نهى تتقطع منها تروح للجزيره دي سنت بيتس وتصويبه من دي سنت سن الحلقه من فوق ترجع تاني للجزيره وخطا في مخالفه مخالفه الماشي بالكره والكره مع النادي الاهلي ثريا محمد بتعدي نص الملعب من ناحيه الشمال بتعدي ثريا وداخله ثريا وبتصوت ومحاوله ولكن اوتسايد على النادي الاهلي تقبل الكره في ايد ميرال وتخرج خارج الملعب اوتسايد الجزيره الكره مع رنا علاء تلعبها لجنى وائل جنى بتحاول تعدي تلعبها تاني لرضوى ورضوى بتحاول تعدي من ثريا مقفول عليها تطلع الكره بره وتصويبه في سن الحلقه من ايه خالد تروح الكره تاني للجزيره ليدي سنتي طلع الكره بره وتصويبه من رضوى سالم ما تنجحش في التسجيل تلم الكره على طول للنادي الاهلي نهى شتا تلعبها ناحيه اليمين لبيكو بيكو لنهى نهى تحت الباسكت جميله لرنين بتسجل اول نقطتين للنادي الاهلي 2-0 لصالح النادي الاهلي والكره مع الجزيره رنا علاء تلعب الكره ليدي سنتي بتحاول تعدي وتصوب ولكن تقطع منها الكره نهى شتا وهجمه سريعه مرتده ثريا ثريا لرنيم اللي بتصوب ما تنجحش في التسجيل ومحاوله على الكوره بتخبط الكوره في ايد ايه خالد من الجزيره وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي محاوله رنيم واول نقطتين لرنيم بيكو هتطلع الكوره تلعبها لنوا نوا لثريا ثريا بتعدي تقع منها الكوره تلم كورتها تاني تلعبها لميرال وميرال داخله وبتخترق وما تنجحش في التسجيل تلم الكوره رضوى سالم لايه خالد ايه بتقف على كورتها مستنيه زميلاتها تلعبها لرضوى رضوى تسيب الكوره لديسنتي لرضوى بتعدي رضوى تلعب الكوره هناك لجانا لرضوى تاني ومحاوله قصيره في سن الحلقه تلم الكوره نهى شتا نهى لرنيم رنيم رفع لها ايديها ثريا ولكن رنيم بتكمل في سن الحلقه تروح الكوره وخطا الشخصي كابتن مصطفى عبد البصير بيحتسب خطا شخصي على ميرال اشرف خطا شخصي من الحد النهائي طلع كرة آية لرضوى لرنا رنا بتعدي تلعبها الرضوى وتصويبة من رضوى ترجع تاني لديسنتي وتصويبة ثلاثية أول ثلاثية في المباراة من نصيب ديسنتي ثلاثة الجزيرة اثنين الأهلي والكرة مع النادي الأهلي بيكو بيكو بتعدي بيكو طلع الكره بره لرنيم لثريا بتعدي ثريا وتقف على كورتها وتصوب ما تنجحش في التسجيل تلم الكره رنيم وعكسيه جميله من رنيم نقطتين لصالح النادي الاهلي اربعه الاهلي ثلاثه الجزيره والكره مع الجزيره بتعدي رنا نص الملعب بتدور على حد تديله تطلع لها جنى وائل جنى بتحاول تعدي قافل عليها ثريا ثريا ورنيم قافلين عليها كويس وآية بتصوت تخبط الكرة في الحلقة وتلمها ميرال أشرف بتعدي ميرال تلعبها لرنيم ورنيم وداخلة رنيم وفي سن الحلقة وخطأ شخصي كابتن منى علي بتحتسب خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين خطأ الشخصي على رضوى لا هي بتقول قبل التصويب كابتن منى علي بتقول قبل محاولة التصويب يبقى خطأ الشخصي من الحد النهائي
تيكو، سرية بتعدي، سرية داخله، سرية وتقف على خط الرمية الحرة وتصوب. سرية جميلة بتصوب وتنجح في التسجيل، تحرز نقطتين، تصبح نتيجة 6-3 لصالح النادي الأهلي. دي سنتي بتعدي وتصويبة في سن الحلقة خارج الملعب، لا بتلحقها قبل ما تخرج رنا، ولكن في صفارة من الكابتن منى انها داست على خط الملعب. بص حضرتك سرية داخلة، سرية وتقف على الكورة وتصوت، سرية يا سلام يا سرية. مرال، مرال أشرف بتعدي، مرال تلعبها لسرية وتصويبة من سرية في سن الحلقة، تلم الكرة على طول رضوى سالم ورنيم، تقطع الكرة رنيم وآوت سايد، قطعت الكرة وبتكلمه بتقول له أنا لحقتها قبل الآوت، ولكن الكابتن مصطفى عبد البصير شاف إن هي خارج الملعب آوت سايد. رضوى، عفوا رنا، رنا بتعدي، رنا تلعبها بره الرضوى، جانا وائل داخله، جانا داخله، جانا ومحاوله، ولكن في صفاره من الكابتن منى علي في خطا شخصي، خطا شخصي على سرية. جانا وائل هتطلع الكوره، وفي تغيير بتستعد له في النادي الاهلي، تحت الباسكت على طول لايه خالد وتصوب في سن الحلقه، تلمها رنيم، رنيم بتعدي ولكن تعدي قبل الثمان ثواني، تتقطع الكرة، آية خالد تقطع الكرة من الجزيرة وداخلة آية وتلعبها، وخطأ شخصي بيحتسبه الكابتن مصطفى عبد البصير، خطأ شخصي على نوى شيتا هيستوجب رميتين حرتين. خرجت بيكو، واقول لحضراتكم مين اللي نزل مكانها، بتنجح آية خالد تسجيل الرمية الحرة الأولى، هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح في التسجيل وتصبح نتيجة 6-5 الجزيرة. الكرة مع رضوى، رضوى لنهى، رنيم وداخله، رنيم سقط الكره ولكن تتقطع الكره، قطعها جزيره وهجمه مرتده سريعه وداخله على الباسكت، داخله ايه تقف على كورتها تطلع الكره بره وتصويبه، نقطتين لصالح الجزيره، نقطتين لصالح الجزيره بتحرزها رضا، رضوى سالم، سرية داخله، سرية تلعب الكره بره ليه رضوى، رنيم ومحاولة ما تنجحش في التسجيل واوت سايد على النادي الاهلي. كده يبقى رضوى اللي نزلت مكان بيكو. دي سنتي بتعدي، دي سنتي نص الملعب، قافلة عليها ميرال، تلعبها لرضوى، دي سنتي تاني وتصويبة في سن الحلقة من رضوى، تروح الكرة للنادي الأهلي، ميرال داخلة، ميرال تلعب على طول لنوى شيتا وتتقطع الكرة خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي. رضوى تطلع الكرة وتصويبة من رنيم في سن الحلقه، يا سلام يا نهى، يا سلام يا نهى، نهى دخلت على طول خدت الكره وهي نازله من الحلقه، طلعت كملت على طول وسجلت نقطتين ترفع النتيجه ل 8-7. رنا بتسقط الكره تحت الباسكت، دي سنتي لرضوى سالم اللي بتصوب في سن الحلقه من فوق، تلمها سرية، سرية بتعدي بالدريبل، بتعدي نص الملعب، قافله عليها جانا وائل،
تلعبها للرضوه، بتصوب وتخبط في اللوحه وتروح على طول الكره للرنا علاء. رنا تلعبها رضوى سالم، رضوى سالم بتحاول تعدي منها، تلعبها بره تاني لرنا علاء، بتصوب في سن الحلقه تلمها نهى، تلعب على طول لسوريا، وسوريا داخله على الباسكت، تلعبها الناحيه التانيه عكسيه لمرال اشرف، تعكس تاني الملعب لرضوى محمد لنهى ولمرال اللي بتصوب. يا سلام يا مرال، يا سلام يا مرال، ثلاثيه مرال اشرف، اول ثلاثيه من نصيب النادي الاهلي من نصيب مرال اشرف. جمله حلوه قوي، الكره راحت وجات وعكسوا الملعب، وهنشوفها تاني كده مع حضراتكم. بس حضراتكم ميرال بتصوب بتصوب بتصوب، والثلاثيه ترفع النتيجه ل 11 7. اوت سايد لصالح نادي الجزيره من اسفل سله النادي الاهلي. جنى وائل هتطلع الكوره، خمس ثواني. طبعا احنا عارفين ان اللاعب له خمس ثواني يلعب الكوره، يعني لو واقف بيدخل الكوره اوت او خطا شخصي له خمس ثواني عشان يدخل الكوره، ولو بيصوب رميه حره برضه له خمس ثواني عشان يصوب رميه حره، ولو حصل عليه اطباق داخل الملعب يعني انتهى الدريبل بتاعه ومسك الكوره له برضه خمس ثواني لازم يلعب الكوره خلالها. خطا شخصي على الجزيره على رنا علاء، هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. سوريا شايف شيكي اللي نزلت الملعب، شي معاه الكوره لرنيم وبتصوب رنيم وبتسجل رنيم، ما شاء الله عليها رنيم. 13 7 والكوره مع الجزيره، رنا علاء بيتعدي رنا، تلعبها لرضوى سالم، رضوى لرنا لجنى وائل، جنى لرنا وبتصوب رنا وبتسجل نقطتين للجزيره، ترفع النتيجه 9 الجزيره 13 النادي الاهلي. شيء تلعب كوره، تلعبها لرضوى محمد، رضوى بتحاول تعدي، بتعدي من ناحيه اليمين، تلعبها تاني لشي، شي لميرال، سقط الكوره لرنيم ومخالفه الثلاث ثواني على رنيم. رضوى سالم تلعب على رنا علاء، رنا قافل عليها رضوى محمد، بتسيبها لشي، تلعبها ناحيه الشمال لديسنتي وتسقط لها الكوره وتصويبه بتنجح ايه خالد انها تسجل نقطتين للجزيره، ترفع النتيجه 11 13. رضوى محمد شيء بتعدي شيء وداخله شيء وبتسجل وتاخد خطا الشخصي، هيستوجب رميه حره اضافيه. 15 الاهلي 11 الجزيره، ورميه حره اضافيه لصالح النادي الاهلي هتصوبها شيء كلي. هتصوب الرميه الحره الاضافيه، ما تنجحش في التسجيل، وصراع على الكوره وخطا الشخصي، هنشوف الخطا الشخصي، قدرت رنيم انها تاخد موقع كويس وانها بلغه الباسكت كده يعني تهدي خطا الشخصي لرضوى سالم. في حوار الكابتن منى واضح ليها راي بتناقش مع كابتن مصطفى، هنشوف هل في رميتين حرتين ولا لا، لكن الطاوله قالت لسه الاربع اخطاء شخصيه. رضوى طلع كره لثريا، ثريا مع كره بتقفل عليها رنا، داخله ثريا بتعدي ثريا وتصوب ثريا وتلمها رنيم ومحاوله، و
الاحتكام لسهم الحيازة. الاحتكام لسهم الحيازة. رنين بتكلم كابتن منى، كابتن منى بتحذرها بتقول لها أي كلام هدي خطأ فني. ونرجع نقول القاعدة بتاعتنا بإيه يفيد الكلام مع الحكام. رنا علاء بيتعدي، رنا تلعبها طويلة لجنى وتصويبة، تلم الكرة رنيم وبتنتهي أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 15-11 الجزيرة. دقيقتين راحة ونعود لحضراتكم مع أحداث الفترة الثانية. مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الأهلي، عودة إلى ملعب المباراة، مباراة الأهلي والجزيرة وأحداث الفترة الثانية من اللقاء رقم 12 في دوري السيدات الممتاز، وتقدم الأهلي 15-11 الجزيرة. يمكن اللقاء حتى الآن تقدم للأهلي من بداية اللقاء، وثلاثية لمرال أشرف وثلاثية لديسنتي بيتس من الجزيرة. وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية. الكرة الحيازة المفروض مع الأهلي، لأن آخر حيازة خدها الجزيرة في آخر الفترة الأولى، يعني كويس إحنا فاكرين إحنا كمان معاهم أهو. وبالفعل الطاولة نبهت الملعب إن الحيازة هتبقى للنادي الأهلي. هتطلع الكرة فريدة وائل اللي نازلة مع أحداث الفترة الثانية لشي كيلي. شي داخلة على الباسكت، داخلة على الباسكت وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 17-11. الكرة مع الجزيرة، سنتي تلعبها لجنى وائل لتمارا، وتمارا على الباسكت ما تنجحش التسجيل، بتلمها رنيم لفوريا. فوريا رنيم سقط الكرة لشي تحت الباسكت ومحاولة والتانية وتسجل نقطتين. 19 الآلي 11 الجزيرة. والكرة مع الجزيرة، رنا علاء، رنا بتعدي من ناحية اليمين تقف على كرتها تلعبها في نص الملعب لتمارا نادر، تمارا لجنى وائل تتقطع منها الكرة وصرية وباصة طويلة للرنيم ولكن تتقطع في السكة تروح للجزيرة. رنا علاء بتسقط الكرة على طول لآية خالد ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة شي داخل على الباسكت، داخل على الباسكت شي وخطأ شخصي. هنشوف هنا تم احتساب الباسكت، نقطتين لصالح النادي الاهلي ورمية حرة اضافية. واحد وعشرين الاهلي 11 الجزيرة. ورمية لشي بتنجح بالتسجيل 22-11. ايه خالد تلعبها لرنا علاء، رنا قافلة عليها نادين السلعاوي اللي نزلت مع بداية احداث الفترة الثانية، ودخول على الباسكت وتتقطع الكورة تروح للنادي الاهلي. شايف كده الكابتن عمرو عاصم، ولسه اقول شايف ايه خطا فني كابتن منى علي بتحتسبه على الكابتن عمرو عاصم. شيء هتنفذ الرميه الحره نتيجه الخطا الفني على مدير الفني للجزيره، بتنجح بتسجيل ترفع النتيجه ل 23-11. في تغيير، هتنزل فريدة وائل، لا هتلعب باسكت عفوا، هي موجودة في الملعب. هتطلع الكرة تلعبها لرنيم،
والكرة مع آية خالد. تحت الباسكت لآية الناحية التانية وتصويبة و خطأ شخصي كابتن منى تحتسبه على شيكل، هيستوجب ثلاث رميات حرة. شي بتتكلم كابتن منى بتقول لها أنا ما جيتش ناحيتها، ولكن كابتن منى ده قرارها. بتصوب الرمية الحرة الأولى جنى وائل. وبتصوب الرمية الحرة الثانية تنجح تسجيلها. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثالثة. في تغيير. بتخرج جانا وائل وبتخرج رنيم محمد من الاهلي. بيكو بتعدي، بيكو تعمل لها ستار شي، تلعبها لشي بيتعدي، تلعبها بره لفريده وائل اللي بتصوب في سن الحلقه، تروح الكره للجزيره. تحت الباسكت وتصويبه من تمارا نادر السيد، ما تنجحش في التسجيل. شي تلعبها لبيكو، بيكو لنادين وتصويبه من نادين في سن الحلقه، تلم الكره على طول شي وتصوب بشمالها، ما تنجحش في التسجيل. تلم الكره اي خالد من الجزيره وهجمه سريعه، تقف على الكره كنزي احمد وتصويب عكسية ما تنجحش في تسجيلها، تلم الكرة على طول تروح لبيكو. بيكو بتعدي وتخترق وداخلة وعكسية ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة للجزيرة. دي سنتي بيتس بيتس بتعدي، وقفت على كرتها تلعبها لآية خالد. آية تلعبها بره الرانا وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكوره لكنزي واوت سايد على الجزيره. اوت سايد على الجزيره هيستوجب ادخال الكوره من الحد النهائي. نادين نادين بتعدي ناحيه اليمين، تلعبها لشي اللي بتصوب في سن الحلقه، تلم الكوره على طول لعبه الجزيره، تروح لرنا علاء. رنا تلعبها في نص الملعب لكنزي. كنزي بتحاول تعدي، تلعبها ناحيه اليمين وتصويبه في سن الحلقه من رنا، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكره للنادي الاهلي. شي داخله شي وتسقط الكره ليارا، ما تنجحش في التسجيل، ومحاولة تانية من يارا، تخبط الكرة في سن الحلقة تروح للجزيرة. وفاصل كده من المحاولات على الباسكت دون تسجيل. 23-13 انتهت أحداث الفترة الأولى، 15 الأهلي 11 الجزيرة، يعني الأهلي حتى الآن في خمس دقائق سجل 5 بونت، الجزيرة 2 بونت. بيتس بتصوب، بتسجل الرمية الحرة الأولى. بتصوب، بتسجل الرمية الحرة الثانية. 23-13 نادين السلعاوي. نادين بتعدي، نادين يا سلام يا نادين، يا سلام يا نادين، تلعبها الناحية الثانية لشي، ومهارات فرديه من شي وبتعدي وبتسجل شي. تاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه. خطا الشخصي على ايه خالد.
هيستوجب رمية حرة إضافية. ما تنجحش في التسجيل ومحاولة على الباسكت التانية، تلم الكرة ولكن تروح لكنزي أحمد. كنزي تلعبها لبيتس وداخلة وتصوب بيتس، ترفع نتيجة ل 15-25. شايفين أمام حضراتكم سيادة النائب سيادة الوزير المهندس العمري فاروق ومع الكابتن خالد العوضي بيتابعوا اللقاء. وكرة مع جزيرة، بيتس تسقط الكرة تلعبها الناحية التانية لكنزي، وكنزي داخلة وبتحاول تصوب وتاخد خطأ الشخصي يستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح نادي الجزيرة. كنزي أحمد بتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح في تسجيلها 18-25، وبتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 19-25. نادين بيتعدي نص الملعب، نادين تلعبها ليارا لنادين تاني. نادين بتقول لهم ادخلوا جوه خدوا اماكن جوه. شي تلعبها لفريده وائل، فريده بتعدي، فريده بتعدي بتسقطها ليارا، تطلع الكره بره لشي اللي بتصوب في سن الحلقه، تلم الكره فريده. فريده تسقط الكره ليارا، طلع الكرة تاني بره الفريدة اللي بتصوب ثلاثية، ثلاثية فريدة وائل. يا سلام يا فريدة، ثلاثية جميلة من فريدة وائل ترفع النتيجة ل 28-19. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني لجزيرة، أول وقت مستقطع في المباراة من نصيب الجزيرة بيطلبه الكابتن عمرو عاصم. طبعا فرق السكور، كابتن عمرو عايز اكيد في تعليمات عايز يقولها للاعباته، وفي نفس الوقت الكابتن طارق خيري المدير الفني للاهلي عايز ياكد على الايجابيات اللي شافها واستغلال السلبيات اللي شافها الناحيه الثانيه في خلال الفتره اللي جايه من الفتره الثانيه. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، وتعليمات الكابتن طارق خيري للاعباته. واضح ان كابتن طارق راضي عن الاداء حتى الان، رغم ان الفرق السكور 9 بونت، ولكن كده لو قرينا لغه الجسد للاعبات كده وهي واقفه والبسمه وهو بيتكلم، واضح ان في رضا عن الاداء. والكوره مع جزيره، بيتس لآية خالد
آية بتسقط الكرة لكن تقطعها فريدة وائل، وهجمة مرتدة سريعة وخطأ شخصي. نشوف الكابتن منى علي قرارها إيه. خطأ شخصي من الحد الجانبي. بيكو فريد وائل تتسقط الكرة تحت الباسكت تطلعها بره، لكن تتقطع الكرة اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يارا اسامة بتطلع الكرة لشيكيلي ولكن بتتقطع في السكة خارج الملعب اوت سايد. فريد هتطلع الكرة ليارا، بيكو تلعبها لنادين، نادين بتوسع لنفسها تلعبها بره تاني، ولكن مخالفة ارجاع الكرة للمنطقة الدفاعية باك زون. تعتذر للكوتش. ايه خالد هتطلع الكرة تلعبها لكنزي، نادين بتحاول تقطع الكرة ولكن تروح تاني للجزيرة. تمارا لبيتس اللي بتصوب في سن الحلقة تلمها فريدة وائل. بيكو هتعدي، بيكو طلع الكره بره لشي، شي تلعبها لفريده لنادين اللي بتصوب ثلاثيه. نادين ثلاثيه، نادين السلعاوي ترفع النتيجه ل 31-19. كنزي تلعبها لبيتس، بيتس لكنزي وتصويبه ثلاثيه لصالح الجزيره. بيكو تلعبها بره نادين، نادين داخله على الباسكت وداخله نادين. يا سلام يا نادين، طلع نادين وسعت لنفسها طلعت سجلت نقطتين ترفع النتيجه ل 33-22. بيتس كنزي تقطع الكرة يارا، وهجمة مرتدة بيكو لشي وداخلة شي على الباسكت وخطأ شخصي لصالح شي على تمارا نادر السيد. رميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. شيكيلي هتصوب الرمية الحرة الأولى في سن الحلقة. تنجح تسجيل الرمية الحرة التانية. في تغيير خارجة شي، لا واضح في تغيير كده ولا أنا شايف إشارة كابتن مصطفى الحكم كان بيدي تغييره، لكن الفرقتين خرجوا يبقى وقت مستقطع طلبوا الكابتن طارق خير. نشوف مع بعض كده تعليمات المدير الفني للفريق هنا وهنا ونتابع مع حضرتك. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، واللاعبات نزلنا ارض الملعب.
والكورة لصالح الجزيرة. بيتس تلعبها لكنزي ناحية الشمال لبيتس تاني، بتسقطها ولكن اوتسايد، ما تلحقش الكورة جانا وتخرج خارج الملعب اوتسايد. نادين بتعدي نص الملعب، نادين تلعبها لشي لنادين تاني، يارا نادين شي فريدة نادين، ومخالفة المشي بالكرة، مخالفة المشي بالكرة، كابتن منى علي بتحتسب مخالفة المشي بالكرة على النادي الأهلي. كنزي أحمد لبيتس، جانا وائل، بيتس بتسقط الكرة لآية خالد، تلعبها بره لكريمان ومحاولة على الباسكت، ونقطتين لصالح الجزيرة. رضوى لشي، شي بتعدي تقف على خط الرمي الحره وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره يارا وصراع على الكره والاحتكام لسهم الحيازه، الاحتكام لسهم الحيازه لصالح نادي الجزيره. رنيم تلعبها لجنى، كنزي آية خالد وتصويبة سن الحلقة، تلم الكرة نادين وباصة طويلة وداخل على طول رضوى تحت الباسكت. يا سلام يا فريدة، يا سلام يا فريدة، مع نهاية أحداث الفترة الثانية 36-22 لصالح النادي الأهلي. استراحة قصيرة ونعود لحضراتكم بعد الاستراحة القصيرة والذهاب إلى الاستوديو التحليلي للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. مشاهدي قناة النادي الأهلي، عودة إلى ملعب المباراة وأحداث الفترة الثالثة والرابعة بين الأهلي والجزيرة. أفكر حضراتكم بسرعة كده بتشكيل الأهلي: شي كيلي، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم محمد، نهى شتا، حبيبة بيكو، يارا أسامة، وجايدة خالد. أما تشكيل الجزيرة: آية خالد، جانا وائل، بيتس، ليلى حازم، كريمان محمد، رضوى سالم، رنا علاء الدين، ياسمين محمد، تمارا نادر، جانا أشرف، فرح هشام، كنزي أحمد. بدأت أحداث الفترة الثالثة والكرة مع النادي الأهلي. ثريا بتلعبها على على شمالها لرنيم محمد لشي، وخطأ شخصي حكامنا اليوم الكابتن منى علي والكابتن مصطفى عبد البصير، وعلى الطاولة عبد الله مهدي، رنا جبارة، أحمد طارق حامد، بلال وائل. خطأ شخصي لصالح النادي الأهلي من الحد الجانبي. انتهت احداث الفتره الاولى للي لسه بيتابعنا بتقدم الاهلي 15-11، والفتره الثانيه والشوط الاول 36 الاهلي 4 34 الاهلي 24 الجزيره. محاوله وتاخد الكره ايه خالد، تروح لرنا علاء ناحيه الشمال لبيتس، تلعبها الناحيه الثانيه لرضوى سالم، عوده لعابرات الملاعب وتخرج خارج الملعب اوتسايد، باصه طويله عرضيه خارج الملعب اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ثريا طلع الكوره لشيل، ثريا تاني تلعبها لمرال اشرف، ثريا في نص الملعب لشي، لثريا تاني لمرال اللي بتصوب. يا سلام يا مرال، يا سلام يا مرال، الثلاثية الثانية لمرال أشرف 37-24.
وكرة مع الجزيرة، جنى تلعبها لرنا، لرضوى لجنى، وتتقطع الكرة اوت سايد لصالح الجزيرة. اي خالد هتطلع الكرة تلعبها لرنا، وتصويبة من بيتس، ثلاثية بيتس، الثلاثية الثانية لبيتس، 37-27. ثريا، ثريا بتحاول تقفل عليها رانا، تلعبها ناحية اليمين لرنيم، تلم الكورة نهى لرنيم تاني، ورنيم داخلة على الباسكت وتحاول تسقط الكورة لمرال، ولكن بتاخد خطأ شخصي، خطأ شخصي على بيتس، هيستوجب ادخال الكرة من الحد. كابتن منى علي هنا بتقول رميتين حرتين، هتصوب الرمية الحرة الأولى، بتنجح بالتسجيل، ترفع النتيجة ل 38-27. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية، 39-27. جانا وائل لرنا بيتس، رنا تلعب الرضوى، رضوى بتحاول تعدي وتصوب رضوى، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول جانا أشرف، تلعبها بره تروح لآية خالد، وتصويبة من آية خالد، ثلاثية آية خالد، ثلاثية آية خالد، تلعبها في اللوحة وبتنجح إنها تسجل ثلاث نقاط للجزيرة، 39-30. ثريا بتسقط الرنين تحت الباسكت، بتحاول تلعبها عكسية ولكن تتقطع منها، تروح الكرة على طول لبيتس، بيتس بتعدي، تقف على كورتها، تلعبها لجنى أشرف، تطلع الكرة بره والتصويبة من رنا علاء، ولكن بتطير شيكلي على الكرة وتطلع الكرة خارج الملعب أوتسايد. اوت سايد لصالح الجزيرة، اي خالد هتطلع الكورة، رنا علاء، رنا بتعدي وداخلة رنا بتلعبها برة لرضوى، وتصويبة من رضوى في سن الحلقة، وتلم الكرة رنيم، ورنيم بتعدي قبل الثمان ثواني، بتعدي نص الملعب لثريا، ثريا بتشاور اللعيبة تدخل تحت الباسكت لشي، وشي بتعدي ترجع تاني كورتها، وتقف على خط الرمي الحرة وتصوب قصيرة في سن الحلقة، تلمها رضوى سالم ناحية اليمين لرنا علاء، لرضوى تاني اللي بتصوب في سن الحلقة، تلم الكرة آية خالد وتلعبها لجانا أشرف، ما كانتش مركزة مع الكرة، ما تلحقهاش وتخرج خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي. ثريا بتطلع الكرة لرنيم لثريا، بتعدي نص الملعب قبل الثمان ثواني، تلعبها الرنيم اللي بتصوب ثلاثيه رنيم، ثلاثيه رنيم، ترفع النتيجه ل 42-30. رنا علاء، ايه خالد، وتصويبه ثلاثيه للجزيره بتسجلها بيتس. ميرال اشرف، رنيم، ورنيم داخله على الباسكت، داخله رنيم، داخله رنيم ومحاوله، وفي قرار، نشوف قرار الكابتن منى ايه، قرار الكابتن منى علي، خطا شخصي من الحد النهائي. ثريا هتطلع الكرة، هتلعبها لشي، بتلعبها لشي، لثريا الناحية التانية، ثريا بتحاول تعدي وتلعبها الرنيم اللي بتصوب ثلاثية رنيم، ثلاثية رنيم محمد، الثلاثية التانية، 45-33. رضوى
تلعبها لبيتس، وبيتس بتصوت في سن الحلقة تلمها رنيم، رنيم لسرية، سرية بتعدي لرنيم لسرية تاني، وسرية بتجرب حظها ثلاثية. سرية يا سلام يا سرية، يا سلام يا رنيم، ثلاثية رايحة اهي بتسلم على رنيم اللي ادتها الباصة، ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم. طبعا السكور 48 الاهلي 33. على طول الكابتن عمرو عاصم طلب وقت مستقطع عشان يتكلم مع لاعباته. نتابع مع حضراتكم كده المديرين الفنيين وتعليماتهم. ولا خدتيها ولا رجعت، اه هنا ايدي هنا. سكرين امبول توب فول تمام، اتخبطت سويتش، اسيبها شوت سويتشي وجايبه اتنين دلوقتي. انتهى الوقت المستقطع ونزلت اللاعبات ارض الملعب، سرية ومرال ورنيم ونهى، وكرة مع الجزيرة رنا علاء. وخمسة الاهلي شيكل بيتس في نص الملعب، قفل عليها سرية، بيتعمل لها ستار، تلعبها ناحيه اليمين، تتقطع الكره، تاخدها سريه، تروح الكره على طول لمرال، مرال بتعدي وداخل مرال، تلعبها بره لرنيم، رنيم لسريه، وتصويبه سن الحلقه من سريه. و شي كانت بتقول لي كابتن منى لمست ايد تمارا، وبالفعل كابتن منى احتسبت اوت سايت على تمارا، وبتقول تمارا هي لمست ايدك وهي خارجه خارج الملعب. احنا طبعا بنوصف اللي بيحصل في الملعب. سرية هتطلع الكوره لرنيم، سرية تاني، رنيم هتعدي، تتقطع الكوره، تاخدها بيتس، وبتقف كده وهي دايسه على الخط وتصوب، ترجع لها تاني الكره من الحلقه، تلعبها لتمارا، وتمارا الزول مفتوح قدامها ولكن تلعبها بره، وتصويبه سن الحلقه تروح للنادي الاهلي. سرية، سرية بتطلع لها نهى، تعمل لها ستار، بتعدي سرية، تلعبها لشي على ناحيه اليمين، وتصويبه من شي ما تنجحش في التسجيل، الكره تخبط كده في سن الحلقه وتقف على الحلقه وتقع تاني خارج الحلقه. رضوى رنا، رنا تلعبها لكريمان اللي بتلعبها البيتس وبتصوت، وخطا شخصي بيحتسبه الكابتن مصطفى عبد البصير، خطأ شخصي على شيكيلي. هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. رضوى لكريمان، تعكس الملعب، وبيتس بتصوب ثلاثية، بيتس الثلاثية الثالثة لبيتس نادي الجزيرة 36-48. سرية بتعدي، سرية سلام يا سرية على المهارات، تقف على كورتها وتسقط الكرة لنهى، وخطة فيها عكسية مع اللوحة على طول بتسجل نقطتين
ترفع النتيجة ل50 الأهلي 36 الجزيرة. بيتس هتاخد تاني البيتس، تلعبها لتمارا الناحية التانية، ودخول ومحاولة من رنا علاء ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة رنيم، رنيم لسوريا ناحية الشمال، سوريا للشي، وداخلة الشي وبتحاول وتاخد خطأ شخصي على كريمان محمد، هيستوجب رميتين حرتين لصالح شي كيلي. رميتين حرتين هتصوب الرمية الحرة الأولى تشي بتنجح التسجيل 51-36. وتصوب الثانية ما تنجحش في التسجيل. بيتس مع الكورة من الجزيرة تلعبها لرنا، بيتس تاني لرضوى وبتسجل نقطتين للجزيرة. مرال أشرف، مرال بتعدي داخلة مرال ونقطتين للنادي الأهلي 53-38، ودقيقتين على نهاية أحداث الفترة الثالثة. رنا علاء، رنا تلعبها لتمارا، تمارا بتعدي وداخله تمارا وتقطع منها كوره رنيم، وهي كوره كده ماسكاها تمارا وهي في حيز الوسط، بتقطع كوره من ايديها وهي تحت قبل ما تطلع وترتقي على الباسكت. خطا الشخصي على نهى، كابتن مصطفى عبد البصير بيحتسب خطا الشخصي على نهى، هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. الكرة لصالح الجزيرة، بتيتس تطلع الكرة تلعبها لرنا لبيتس تاني، وفي خطأ مزدوج، يعني خطأ شخصي على نوى شتا وعلى رضوى سالم، نوى من الاهلي ورضوى من الجزيره. وبترجع الكره للي كان معاه الكره. بيتس تلعبها لرضوى، طلع الكره بره وتصويبه ثلاثيه لرنا علاء، وهنشوف في خطا شخصي احتسب هل اثناء التصويب ولا بعد التصويب؟ لو بعد التصويب بتحتسب على طول الثلاثيه وبتروح الكره للنادي الاهلي. الخطا الشخصي لصالح النادي الاهلي، انما لو قبل التصويب بتتلغي الثلاث نقاط. هنا كمان في تصويب، لان الخطا الشخصي طالما الكره كانت في الهواء فتبقى مش في حيازه حد، فيبقى لسه الكابتن عمرو اهو بيسال كابتن منى هتشرح له الكلام اللي احنا بنقوله. الكره طالما في تصويب والكوره في الهواء اصبحت الكوره هنا مش في حيازه حد، فهيطبق عليها لو عليها اربع اخطاء شخصيه يبقى هتنفذ رميتين حرتين. انما لو قبل التصويب كانت هتتلغي النقطتين ويتحسب خطا شخصي على المهاجم. 53 الاهلي 41 الجزيره، ونقطتين ورميتين حرتين لنوى شتا. بتسجل النقطة الأولى والرمية الحرة الأولى. وبتصوب الثانية ما تنجحش في التسجيل. أوتسايد على رنيم بتحاول تاخد الكرة تخرج منها خارج الملعب أوتسايد. بيتس قافل عليها مرال أشرف. بتحاول تعدي منها بيتس. بيتس بتطلع كرة بره لآية خالد وداخل آية وبتصوب وبتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخص برمية حرة إضافية على نهى شتا.
خطأ الشخصي على نوع شتاء يستوجب رمية إضافية. طبعا حركة وضع الإيد على الوسط دي معناها إن يعني الحكم لما بيحط إيديه على وسطه كده وبيدي الإشارة معناها إن حصل نوع من أنواع العرقلة. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية ونازلة نادين السلعاوي وخارجة نهى شتا. سرية بتعدي نص الملعب. سرية من ناحية الشمال تلعبها لمرال. مرال بتعدي والزون مفتوح تقف على كرتها، ولكن في هنا قرار للكابتن مصطفى احتسب مخالفة المشي بالكرة. بيتس قفل عليها ميرال. بيتس بتحاول تعدي، طالعة رنين تساعدها وتصويبة في سن الحلقة، ترد تاخدها شيك كيلي وهجمة مرتدة وشي بتعدي وداخلة شي تاخد خطأ شخصي على المهاجم شيء، حتى يعني بتتساءل بتقول انا عملت ايه، ولكن هي بتقول انا بعمل دريبل. يعني هذا قرار الحكام يا شيء. ف الكوره مع بيتس، طبعا الحكم هو اللي شايفه الاقرب. بيتس بتحاول تعدي من مرال، تلعبها لتمارا. تمارا داخلة وبتصوب وبتسجل نقطتين. تمارا نادر السيد لنادي الجزيرة، ترفع نتيجة 46-54. رنيم تلعبها لنادين. يا سلام يا نادين، طيرت الديفنس قدامها ودخلت اقتحمت الباسكت، ولكن الكرة اتنطت على الحلقة وتنزل، وخطأ شخصي على رنيم. خطأ شخصي على رنيم. الكرة بتاعت تمارا اللي بتسجل نقطتين لصالح الجزيرة. هنا خطأ شخصي على رنيم، ولأن كابتن نادر السيد قاعد هو بيتابع. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى. وبتسجل رمية الحرة الثانية. سرية تلحق الكرة قبل الاوت يا ترى؟ لا، في صفارة ما لحقتش الكرة وخرجت خارج الملعب اوت سايد. اوت سايد لصالح الجزيرة. هتطلع الكرة ران علاء، تلعبها لبيتس وتصويبة من بيتس، وبتنتهي احداث الفترة الثالثة بتقدم الاهلي 54-48 الجزيرة. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، وأحداث الفترة الرابعة من مباراة الأهلي والجزيرة في الجولة رقم 12 من دوري السيدات، وانتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم النادي الأهلي 54-48 الجزيرة. الحيازة في الفترة الرابعة هنبدأ لصالح نادي الجزيرة. الكرة مع آية خالد هتطلعها، واضح كده إن في حلق أو حاجة لابسة آية، وده كان يعني التعليمات للاتحاد الدولي إن ممنوع الحاجات ديت تلبسها. آية تلعب الكرة جوه الملعب لرنا. رنا بتحاول تعدي من سرية، وداخل رنا وبتصوب وتاخد خطأ الشخصي على سرية. خطأ الشخصي يحتسبه الكابتن مصطفى عبد البصير. ورميتين حرتين لصالح رنا علاء من الجزيرة.
بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. وبتصوب الرمية الحرة الثانية تروح للنادي الأهلي. مرال أشرف بتعدي مرال نص الملعب. مرال تلعبها لنادين. نادين هتحاول تعدي. بتعدي نادين تلعبها بره وتصويبه بنقطتين من رنيم محمد ترفع النتيجة لستة وخمسين 48. بيتس وبتنجح في التسجيل نقطتين. والكورة مع سوريا 56 51. نادين وداخلة نادين ومحاولة وتاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على بيتس المحترفة في صفوف الجزيرة. بتصوب الرمية الحرة الأولى في سن الحلقة. تصوب الرمية الحرة الثانية. ما تنجحش في التسجيل وبيصبع على كرة تروح لمرال لنادين لمرال تاني. ومرال بتحاول تباص الكرة لفريدة ولكن تتقطع في السكة تروح لرضوة لرنا. رنا بتسقط الكرة لآية خالد اللي بتصوب خطة فيا وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. خطأ الشخصي برمية حرة إضافية وحوار ما بين الكابتن طارق خيري والكابتن منى علي. آية هتصوب الرمية الحرة. بتنجح تسجيل الرمية الحرة ترفع النتيجة ل 54 الجزيرة 56 النادي الأهلي. سوريا تلعب لنادين سقطها لرنيم لسوريا تاني اللي بتصوب. يا سلام يا سوريا يا سلام يا سوريا. الثلاثية جميلة من سوريا ترفع النتيجة ل 59 54. خطأ شخصي على فريدة وائل هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. الكرة هي رايحة لسوريا. بصوا حضراتكم التصويب والارتقاء والتركيز والثلاثية. الكرة مع الجزيرة لكريمان تلعبها لتمارا وتصويبة من آية خالف سن الحلقة تلمها سوريا. وسوريا تلعبها رنيم وداخلة رنيم تطول الكورة وتخرج بيها. هنشوف اوت سايد ولا خطأ شخصي. خطأ شخصي. كابتن منى علي بتقول فيه دفع من الخلف من بيتس هيستوجب ادخال الكورة من الحد النهائي. سوريا تطلع الكورة تلعبها رنيم ورنيم بتصوب في سن الحلقة تروح الكرة للجزيرة. تمارا تمارا تلعبها لرنا علاء الدين. رنا بتعدي تلعبها لتمارا وتمارا بتحاول تعدي وتصوب خطة فيا وتسجل نقطتين ترفع النتيجة 56 49. ثريا سوريا تلعبها المرال ناحيه الشمال لرنيم ورنيم بتحاول. ويا سلام يا رنيم تصويبه وبتسجل نقطتين وتاخد خطا الشخصي برميه حره اضافيه. طبعا الكره دي في التعديلات ان ممكن اللاعب وهو تحت الباسكت لو غير ارتكازه يصوب على طول. يعني هي هنا لعبت على التعديلات الجديده. اتحركت وحطت قدم الحركه بقت هي ارتكاز وصوبت على طول. حسام سامع يا حسام سامعك.
بتصوب الرمية الحرة الإضافية بتنجح تسجيلها ترفع النتيجة ل 63-56. رنا تلعبها الآية. آية لحقت نفسها ورجعت كده قبل خط النص قبل ما تستلم الكرة، عشان لو كانت استلمت ورجعت كانت هتبقى مخالفة إرجاع الكرة للمنطقة الخلفية. الاحتكام لسامي الحيازة. وسامي الحيازة صالح النادي الأهلي. ميرال. ميرال. بتعدي ميرال تلعبها لفريدة وخطأ شخصي على آية خالد. أو فريدة أيوة بتعتذر لها، ودي دايما هي الأخلاق الموجودة في ملاعب كرة السلة، كلهم أصدقاء كلهم بيخافوا على بعض، ودي حاجة جميلة للناشئين دايما يتعلموها. فريدة هتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح تسجيلها ترفع النتيجة ل 63-56. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم. 64-56. وهنسمع مع حضراتكم ونشوف المديرين الفنيين هيقولوا ايه للعبته. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعين ومحبي النادي الاهلي والكوره مع نادي الجزيره. هتلعب الكوره كريمان. كريمان تلعبها لجنى وائل. جنى مقفول عليها من النادي الاهلي تتقطع الكوره وخطا شخصي تحتسبه الكابتن منى علي. خطأ شخصي على آية خالد. هيستوجب خالد الكرة من الحد الجانبي. الطاولة بتقول إن فيه أربع أخطاء شخصية على الجزيرة، يعني أي خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح تسجيلها رنين محمد. وتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 66-56. والكرة مع الجزيرة. جنى وائل. تلعبها لكريمان لجنى ثاني. وجنى بتخبط الكرة بفريدة وائل وتخرج خارج الملعب أوت سايد. جنى تطلع الكوره بتدور على حد تديله. تلعب الكوره لكريمان لرنا علاء. رنا تلعب لتمارا نادر السيد لايه، وايه بتلف وبتصوب وبتسجل نقطتين للجزيره ترفع نتيجه 58-66. ميرال. ميرال مستنيه نادين تطلع لها تلعبها الناحيه الثانيه
ليه فريدة وائل؟ ليه رنيم؟ رنيم بتوسع نفسها، يا سلام يا رنيم، ولكن كانت عايزة تلف شوية كده على الباسكت. تروح الكرة هجمة مرتدة لجانا وائل، وجانا داخلة وبتصوب، وخطأ شخصي على ميرال أشرف. شوف اللي حصل هنا حصل هناك ازاي حضراتكم. ميرال هي اللي رايحه تقومها زي ما حصل الناحيه التانية. زي ما قلت لحضراتكم، كل ناشئينا وناشئاتنا اللي بيتابعونا يتعلموا روح الود والصداقه من المباراه اللي احنا شايفينها دلوقتي. تتصوب الرميه الحره الاولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه جانا وائل ما تنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه، تلم الكره نادين. نادين تلعب الكره على طول لرضوى، رضوى بتعدي تقف على كورتها تلعبها ورا لميرال. ميرال قافل عليها كريمان، بتعدي ميرال وداخله ميرال وبتصوب وتلم كورتها تاني واوت سايد على النادي الاهلي. بص الكره طويله خارج الملعب اوت سايد. تغيير في صفوف الجزيره، بتخرج كريمان وبتنزل بيتس. رنا علاء لجانا وائل، جانا بتعدي بيتس، تحاول تهدي الملعب بيتس، مقفول عليها من فريدة وائل. ليه آية خالد وآية بتوسع لنفسها وتحاول تصوب، تروح الكرة للنادي الأهلي، ميرال أشرف لنادين ويلا يا نادين وتصويبة، يا سلام يا نادين، لسه بقول لها يلا يا نادين وتصويبة من نادين وثلاثية من نادين. نادين السلعاوي وثلاثية للنادي الأهلي ترفع النتيجة 69-57. جانا وائل هتطلع الكورة، رضوى سالم الناحية التانية البيتس لجانا وتصويبة بتخبط فوق في اللوحة وتروح لآية خالد. رضوى سالم، رضوى تتقطع منها الكرة ولكن ترجع لبيتس وتصويبة في سن الحلقة، تلم الكرة على طول ميرال أشرف، وميرال بتحاول تعدي مقفول عليها ولكن بتلحق قبل الثمان ثواني لفريدة وائل ناحية الشمال، وداخلة فريدة، داخلة فريدة وتقع منها الكرة وتروح الكرة للجزيرة. رضوى السالم، رنا علاء ورضوى ونقطتين للجزيرة. فريدة وائل تلعبها لميرال في نص الملعب لرنيم لرضوى. رضوى بتندى على رنيم تعمل لها ستار، بتعدي رضوى ونادين وداخله نادين وتسجل نادين وترفع النتيجه ل 71-59. تقطع كره نادين وطلع لها قدام فريده ونادين داخله، داخله على الباسكت نادين ومحاوله وتاخد خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. يمكن نادين كده خدعت الكل، هدت الملعب، عملت نفسها انها مستنيه حد بصيله وانطلقت على الباسكت ولكن بتاخد خطا الشخصي برميتين حرتين. هتصوب نادين الرميه الحره الاولى ورنين بتخرج، هنشوف مين اللي نزل مكانها. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى نادين السلعاوي. وتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية نادين السلعاوي، طبعا شقيقة نجم مصر الكابتن أحمد السلعاوي وبنت الكابتن السلعاوي، وبالمناسبة بنهني الكابتن أحمد السلعاوي على خطوبته السعيدة. والكورة مع آية خالد وتصويبة في سن الحلقة تروح لميرال. رضوى
وداخل رضوى ومحاولة تروح الكرة للجزيرة. بيتس وتصويبة من بيتس بتلف على الحلقة وتروح لكنزي لبيتس تاني. بيتس وتصويبة في سن الحلقة تروح لنادين. وسينيور اوجستي قاعد بيتابع اللقاء ومعاه كابتن الجرحي واهتمام كبير بهذا اللقاء وزعامة القاهرة في هذا اللقاء. وتصويبة على الباسكت ونادين وتصويبة في سن الحلقة من جوه ترد الكرة الرضوة وتحاول تسيطر على كرتها تلعبها لنادين ونادين تلعبها تاني ورا لميرال وميرال للشي ورضوة وتصويبة من رضوة في سن الحلقة خارج الملعب اوت سايد لصالح نادي الجزيرة. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم. شايفين حضراتكم كده على طاولة التسجيل سهمين الأخطاء الشخصية اترفعوا، يعني في أربع أخطاء شخصية لكلا الفريقين. نسمع مع حضراتكم كده التعليمات ونتابع ونرجع تاني لباقي اللقاء. انتهى الوقت المستقطع. وطبعا احنا اخر دقيقتين اختار الكابتن عمرو عاصم يلعب من المنطقة الهجومية بزمن هجمة 14 ثانية. رضوى رنا علاء وداخلة ومحاولة على الباسكت وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على ثريا هيستوجب رميتين حرتين. شايف الكابتن طارق بيقول لها خلي بالك ده الخطأ الشخصي الثالث. تروح الكرة للميرال لثريا. الميرال تاني تلعبها طويلة لفريدة وائل لشي بتوسع نفسها وتلعبها بره لميرال ثلاثية. ميرال الثلاثية التالتة ميرال أشرف ترفع نتيجة ل 76-60. الكرة مع رضوى وتصوب رضوى وتسجل نقطتين للجزيرة 62 الجزيرة 76 الأهلي. شي تلعبها لفريده تطلعها بره لميرال لثريا وتصويبه في سن الحلقه وتحاول تلمها كده على الطاير ولكن في صفاره وفي خطا شخصي في خطا شخصي لصالح النادي الاهلي لصالح ميرال هيستوجب رميتين حرتين. دي ثلاثيه ميرال
اللي سجلتها الثلاثيه الثالثه الميرال. تصوب الرميه الحره الاولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه. تنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه. 77 62 لصالح النادي الاهلي، والكره مع الجزيره. ران علاء وتصويبه ثلاثيه للجزيره. ثلاثيه للجزيره بتسجلها كنزي. 77 65 تحت الباسكت لفريده، تتضع منها الكوره تروح للجزيره، وهجمه سريعه داخله كنزي، تسقط الكوره تحت الباسكت لرضوى سالم اللي بتحاول ما تنجحش في التسجيل، والكوره مع نادين لشي. وثواني على نهايه المباراه، وشي بتوقف اللعب، بتشاور لاعباتها، وكابتن طارق بيسلم على الكابتن عمرو عاصم، وبتنتهي المباراه اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الاهلي بفوز النادي الاهلي 77 65 الجزيره. مبروك النادي الاهلي. وعوده الى الاستوديو التحليلي والكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد السلعاوي والدكتوره داليا عرابي. الى ان نلتقي لكم تحياتي معلق رياضي دكتور وائل ابو العزم.